السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل استيت جاي. بصور لحضراتكم دلوقتي الإنشاءات في الداون تاون في 2024. بنشوف مع بعض المطورين واصلة لإيه. طبعا احنا دلوقتي قصاد الأرض بتاعة بوديا تاور لشركة منصات. احنا دلوقتي على المحور الرئيسي، محور بن زايد الشمالي. طبعا المنطقة اللي وصلنا ديت هيتعمل فيها الأبراج السياحية، منطقة الأبراج السياحي الفندقي. أول منطقة أو أول أرض مرينا عليها دي بتاعة شركة منصات، واخدة واجهة تعتبر مناصية على الشارع اللي هو يعتبر قصاد بيدخل على مسجد مصر، معنى صح خط المنوريل. ده مشروع النايل بيزنس سيتي لشركة النيل، ده تاني مشروع ليهم طبعا في العاصمة. هتلاقي في بعض المشاريع او بعض المباني بدأت تطلع جوه الداون تاون طبعا لشركات متنوعة، ولكن فكرة الدخول نفسها جوه الداون تاون يعني برضو مش سهلة شوية. ده مشروع 31 نورث تاور لشركة النيل، اول مشروع ليهم في العاصمة، واصلين دلوقتي اعتقد للدور 16. داخلين بعد كده على المبنى اوبسيدر، الارض بتاعت اوبسيدر لشركة دبي. بعد كده هنا المشروع بتاع اويا تاور لشركة ايج، طبعا هما توين تاور. بعد كده داخلين هنا على المشروع بتاع شركة بيراميدز، بيراميدز بيزنس تاور، شركة بيراميدز للتطوير العقاري، واخدين موقع مميز طبعا على الميدان. في بعد كده المشروع بتاع شركة أرقى أي بيزنس بارك، وعبارة عن 3 أبراج كلها متصلة ببعضها. طبعا ده الطريق اللي هو بيودينا على منطقة التنزه والترفيه، وده الخط بتاع القطر ال LRT. احنا دلوقتي يعتبر يعني قصاد المنطقة بتاعة التنزه والترفيه، الأرض الفاضية ديت اللي هي بتاعة مشروع يدورا شركة هوم تاون. طبعا ده بيراميدز مول، أكبر مول شوبينج يعتبر موجود في الداون تاون، عبارة عن 3 مسات. هو تعتبر كإنشاءات كهيكل خرساني انتهى، وحاليا بيركبوا الواجهات الزجاجية قصاد فندق الماسة طبعا بشكل مباشر، وده الشارع اللي هو بيوصلنا للحي المالي والحي الحكومي. طبعا ده المشروع بتاع لافاييت لشركة هوم تاون، من أكبر برضو قطع الأراضي، يعتبر نفس مساحة الأرض بتاعت بيراميدز مول. احنا يعتبر كده ماشيين في الشارع اللي هو بيفصل ما بين الداون تاون وما بين الحي المالي والحي الحكومي، وده طبعا الخط بتاع ال LRT، وده الخط اللي هو بتاع المونوريل، ودي طبعا محطة بتاعت مونوريل قصاد الوزارات، وده المركز بتاع الداتا سنتر أو الهيئة اللي هي الإحصائيات أو كده. دي ده القطر اللي هو بتاع الخط القضبان بتاعت المونوريل اللي هي جاية من محور بن زايد الشمالي للحي الحكومي. طبعا دوت مسجد مصر تم افتتاحه من سنة، يعتبر أكبر مركز ثقافي ديني على مستوى الشرق الأوسط.